السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني أخواتي في هذه الفقرة على الماشي، وعنوان اليوم ادفع بالتي هي أحسن. أخ فاضل يذكر قصة جميلة جدا بها عبر، ألا وهي راجع من العمل، السلام عليكم ورحمة الله، سلم على جارهم، فالجار رد عليه بتحية غريبة، قال له الله يلعن أبو لحيتك. إيه؟ فنظر إليه ثم قال جزاك الله خير شكرا، مشي بطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما دخل الرفق على شيء إلا زانه. المهم سأل زوجته، سأل أهله، إيش مال جارنا؟ سلمت عليه، السلام عليكم ورحمة الله، يعني شتمني، قالت الأولاد الصغار قاتلين بالحارة، خير إن شاء الله، وأنا خبيت الولد مش حابة أنه يروح يجيب لبن، طيب أنا بروح. الزوج قال أنا بروح بجيب اللبن. بالنزلة نفس الشيء، السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الهام اللي نسيت أذكره أن أول مرة ذكر هذا الأمر لأهله أنه شتمني، بالنزلة نفس الشيء قال له السلام عليكم ورحمة الله. فهذا الرجل اللي شتم هجم على الجار وقال والله، بل قال علي الطلاق إلا أبوس راسك. عجيب. لا لا عادي خلاص ما صار له خير. هذا النوع من الاعتذار. قال والله بالرجعة بعد اللبن نفس الشيء، السلام عليكم ورحمة الله. هجم عليه بعد مرة قال والله علي الطلاق لأبوس راسك. يعني شوف كلمة السلام عليكم ورحمة الله بعد الشتيمة وجزاك الله خير وشكرا رطبت القلب، بل فاجأت القلب. ويقال أنه كان محضر عصاية كمان، بس الجار ما كان شايف العصاية، ذكرت بعدين. كلمة جزاك الله خير شكرا، طبعا قد يكون المر أمين الصبر مر، ولكن نتائجه حلوة جدا. فصار الصلح وصارت المحبة وعادت المحبة. وهنا في أيضا إنذار وتحذير، إن كلمة الطلاق عندما يحلف الإنسان يقول علي الطلاق، كثير من الأخوة يتجاهل بهذه الخطورة ويقع الطلاق. فلا تتجاهل بكلمة الطلاق إلا إذا كنت تفضل أنك تعيش بالحرام أكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.